البنات كيم دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. السلسلات اللي كنقترح عليكم اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الطاجين اللي كيجي رائع بالدجاج والبطاطا الحلوه. نبداو على بركه الله. في انيه ديال الطاجين كناخذ واحد الخليط ديال الزيت ما بين زيت الزيتون وزيت المائده تقريبا ربع كاس شاي. من بعد كناخذ بصله متوسطه الحجم كنقطعها قطع صغيره. البنات هنا غتسمحوا لي ما غنديرش معكم داك التاويل اللي كناخذ البصله ديالي وكناخذ القطاعه كنقطعها على حقها وطريقها، حيت اليوم كان عندي تنظيف ديال المنزل كننظف انا من سيمانه لسيمانه، يعني من اثنين حتى اثنين ما كنش مساليه. نظفت اليوم درت واحد التنظيف اللي هو عميق، كنمسح الشراجم كنمسح البيبان كنمسح الغبره. المهم اليوم تعطلت يعني تقريبا الغدا ديالي ما هاد الاثناء غادي نوضع الدجاج ديالي من بعد ما شرملته. بالنسبه للتشرميله ديال الدجاج الشرموله العاديه اللي كنديروها ديال الدجاج اللي كانت المعروفه عند كاع المغاربه، يعني الشرموله العاديه. غير نصيحه بالنسبه للدجاج مين كنجيبو من عند مول الدجاج ما كنغسلوش ديك الساعه، كنبيتو ليله كامله في الثلاجه حتى لغد ليه، عاد كنديروا ليه الملحه كنحكو بالملحه وكنديروا واحد جوج سوايع في ليمونه وشويه ديال الملح. هاد الاثناء غادي نشحر الدجاج ديالي مزيان حتى كتهبط ليا ديك البصله وكيصبح ليا الدجاج ديالي جاهز. ها هو البنات كما كتشوفوا معايا الدجاج شرب ديك العطريه مزيان، ديك البصيله ديالي هبطات. غادي نضيف دابا الخضر ديالي، غادي نضيف الجزر، ضفت ثلاثه ديال الحبات ديال الجزر من بعد ما زولت ليهم القلب ديالهم وقطعتهم قطع على شكل نصف دائره. غادي نقفل على الطاجين ديالي وغنخلي داك الخيزو ديالي حتى غادي يطيب ليا مزيان، غيدخل معاه الطياب ويشرب ليا حتى هو ديك التتبيله مزيان وغيصبح جاهز ونتلاقاو. الطاجين ديالي ها هو تعلق مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نضيف ليه ثلاثة ديال الحبات ديال البطاطس الحلوة، البطاطا الحلوة كتواتم مزيان مع ديك الحلاوة ديال الجزر وديك التتبيلة، كتجي البنات رائعة مع داك الطاجين. كيجي واحد المرق اللي هو عاقد وزوين والمذاق ديالو يا سلام، ما نعاودش لكم البنات. مهم من بعد ما حطيت البطاطا ديالي استفتها في الطاجين كنزيد تقريبا واحد نصف كاس شاي ديال الماء. بالنسبه للماء البنات نصيحه يكون عندي الماء ساخن، لان الماء الى زدتو الطاجين ماء بارد كيطرطق لكم يعني كيتهرس ولا كيتشقق، حتى الا ما تهرس كيتشقق. المهم البنات الطاجين ديالي ها هو اصبح جاهز. الطبيله ديالي البنات هي هذه، ما شاركتش معكم البنات لي صالاد. مهم انا الطبيله ديالي فيها هنايا المهايه ولا دانونه مقطعه قطع صغيره، ضفت لها واحد شويه ديال حب الملوك. هنايا السلطه المغربيه راه كيعرفها كلشي، يعني السلطه المغربيه اللي فيها الخيار ومطيشه والبصله. وبالنسبه للسلطه ديال البربره ديجا حضرتها معاكم. بالنسبه للسلطه الفروي كان متواجد عندي التفاح والبعويد قطعته قطع صغيره، ضفت ليه شويه ديال بعض الحبات ديال حب الملوك وضفت ليه شويه ديال الزبيب. بالنسبه للخبز البنات كما كتشوفوا معايا ما بقاش ليا الوقت باش نعجنو، هذا غير شريته ودرت العصير ديال الليمون. والطبيله ديالي هي هذه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للوصفه ديال اليوم البنات هي هذه، كنتمنى تعجبكم، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. ما تنساونيش بلي لايك ديالكم وما تنساوش تضغطوا على الجرس وتابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد ديالي، والى اللقاء في فيديو اخر.